الوسيلة ديالها النهار غادي تكون خاصة بمقارنة الأعداد أو باستعمال الرقم أصغر وأكبر أو تساوي. غادي نخدموها بأشياء اللي هي جد بسيطة، غير الإشارة اللي بغيت نقول بأن أنا غادي نعطي غير الفكرة ونستعمل الوسائل اللي بسيطة عندي، ولكن يمكن لك أنك يعني تحسن من المستوى ديالها، يعني تستعمل إما بوبي كونسون ولا كارتون، ويمكن لك أنك يعني تكبر الأعداد ولا تصغر. أنا خدمت غير بهذه، يمكن لك هاد الأعداد يعني مثلا دير في بلاصتهم واحد الشريط اللي كيتحول وسيلة تعليمية. غادي نحتاجو جوج ديال الرسومات، سواء يستحسن ناخدهم مثلا من لي ديسان زانيمي الرسوم المتحركه، هكذا كيتم جذب اكبر عدد من التلاميذ، لان التلاميذ كثيرهم في هذا المستوى الاول، الالوان والشخصيات. اذا انا حاولت ناخذ هادو بجوج ترسمهم، او بامكانك انك تامبريميهم مباشره، يعني هم يعني مرسومين. خديت جوج ديال الشخصيات، غادي نحتاج جوج ديال يعني ورقه بيضاء خديتها، من الاحسن يكون بابي كونسون او لا تاخذ كرتون وتغلف. بما انني الوسيله ما غاديش نحتاجها في القسم، غادي نوري غير الفكره. اذا خدمت غير باوراق بيضاء، غادي نحتاج كذلك ملونات، وغنحتاج مقص ولصاق. اول حاجه غنقوم بتلوين هاد الرسومات ونقطع كل واحد بوحده، ونوري المرحله الثانيه اللي موراها. هاد من بعد ما لوننا هما الرسومات، من بعد ما لوناهم غادي نمشيو دابا نخدموا على هاد الشرط، وانهم يكون في العرض ديالهم كيوازي العرض ديال الرسم. وغادي نقوم بالترقيم ديالهم من واحد مثلا، بما ان الاعداد التامل ديال المستوى الاول يلاه قاريين يعني الاعداد اللي صغيره، غادي نحاول نرقمهم مثلا انا من واحد حتى لعشرين، او لا من واحد حتى لعشرة من النافين. اذا هما الاشرطه بجوج، حاولت ندير تدريجات كبار، درجتهم درت نفس المسافة، يعني بنفس المقياس اللي خديت هنا نفس المقياس اللي خديت هنا. المرحلة الثانية مثلا غادي ناخذ هذا الرسم هذا، ونحاول يعني نقص الرسم من نفس المسافة، يعني غادي نديرهم منطبقين من الأعلى من الرأس ومن الأسفل من ناحية الرجلين، وغادي نحاول نوضع الرسوم كما كتشوفوا واحد من فوق واحد، يعني منطبقين. هاد الطريقة علاش غادي نستعملها؟ باش من بعد نحدد المكان اللي غادي نقطع منه الرسم. تقريبا غادي نقطعهم من هنا من الأسفل حتى الركبتين، غادي نقطع الرسم على اثنان. قمت بالطي من هاد المكان اللي طيت فيه اللي طويت فيه الورقة، غادي نقص بواسطة مقص الشكلين. من بعد ما قطعت هكا الرجلين ديال كل واحد فيهم، غادي نحاول أنني نلصق في الأسفل ديال هادو هنا، وغادي نلصق هذا من الناحية الأخرى، بحيث أن هاد الحد ديال من الناحية الأخرى بحد هاد الحد اللي هنا خصو يكون منطبق مع الدرجة رقم واحد. نفس الشيء بالنسبة لهنا، غادي نحاول ما أمكن بأنه يجيني منطبق من رقم واحد ومنطبق مع الأسفل، يعني ما يكونوش طوال، يعني باش هنا يكونوا قد قد. اذا كما كتشوفوا من هذا قبضت ولصقت داك الجزء. بالنسبه للناس اللي كتمكن يعني من الرسم، ممكن انك ترسمها ديريكتومون بلا ما دير هذه المرحله هذه. اشاره يعني الرسم خصو يكون يعني يوازي او لا قد الدرجه واحد، نفس الامر بالنسبه لهاد الثاني. بالنسبه لهادو هاد الاشكال الثانيه، غادي نحاول نطويه من الجنب ونلصق واحد لابوند من هنا، واحد الاطار من هنا فين شرحت من قبل. حاولت نطوي هادو من الجنب شي شوي، ومن دوك باقي الاوراق اللي بقاو ليا من الرسم كنزيد واحد لابوند بحال هكذا. شنو الغرض ديال كيما قلت انا هادي، شنو كندير؟ غادي ندخل هذاك الشريط لداخل ديال هاد الورقه بحال هكذا. من بعد غادي نحاول نوضعها في اعلى رقم مثلا، او دون مثلا عشرة غير مثال، وغادي نحاول ما امكن انني نرسم هاد الرجلين بحال هكذا، نصل ما بين هنا وهنا. نفس الشيء بالنسبة للرجل الأخرى، ونفس الشيء بالنسبة لهذا الرجل هذي. الأمر نفسه غادي نحاول نديروه للرسم الثاني. وناخذو ملون ونلونو. طريقة باش غادي نستعمل هاد الوسيلة سهلة وبسيطة جدا، يعني فاش كنقول نطلب من التلاميذ انهم مقارنة عددين. مثال غادي نعطي مثال، يمكن لي نستعمل نرد ونقول مثلا، او ندير بطائق ويسحب التلميذ كمثال. غادي ندير مثلا التلميذ المستوى الاول، نطلب منه يقارن مثلا العدد 6 7 مع العدد مثلا 5. اذا خص الوسيلة توضع في متناول التلميذ، والتلميذ هو اللي يخدم. اذا كيف ذلك؟ غادي نحاول ما امكن نهبط هذا الرسم حتى للمستوى 5 بهذه الطريقة، 5.
وهذا غادي نعاود نوصلو حتى لمستوى 7، وهنا سيقارن التلميذ ما بين هذين الرسمين، يعني شكون هو اللي أكبر وشكون هو اللي أصغر. بهالطريقة هذه كنحطوا المفهوم ديال أكبر وأصغر للتلامذ. يمكن عاوتاني بطريقة أخرى ندير مثلا سأقارن تمرين مثلا 11، وهنا هذا هو الهدف أنني خصني نكون راسمة الرجلين يعني الأعلى مكان بحال هكا 11 مع 7، أو لا مثلا 11 مع 10، 11 مع 11، باش يكون عنده المفهوم ديال أنهما متساويات، يعني غادي يقارن الطول ديال الرسم الأول مع الرسم الثاني.